البشر والشجر والحجر هنا مراقبة، واقع يفرض نفسه جلياً في هذه المدينة. ما لا ترصده هذه الكاميرات المنتشرة كالغربان على أعواد الفولاذ وجدران الشوارع، تلتقطه طائرات التصوير والمراقبة التي تطوف سماءها ليل نهار. ليس هذا موقعاً عسكرياً، ولا هي جبهة من جبهات الحرب المستعرة بالمدافع، لكنها القدس، المدينة التي تحارب ويحارب أهلها نفسياً وفكرياً واقتصادياً وسياسياً، وتحاصر من كل المحاور. ففي قلب فلسطين التاريخية تقع إحدى أهم مدن العالم، إليها تتجه قلوب وأبصار مليارات البشر. هنا يعود بك التاريخ 5000 عام إلى الوراء. أقوام كثيرة مرت على هذه الحجارة، كلها تركت آثاراً وخلفت حضارات جعلت منها كتاباً يروي سيرة التاريخ البشري في هذه المنطقة، بل في العالم القديم أجمع. اليوم تعيش مدينة القدس ظلماً ربما لم تشهده مدينة أخرى في العالم. عرفت المدينة المقدسة كما يسميها الموحدون على الأرض احتلالات كثيرة، آخرها كان في العام 1967 حين احتلت إسرائيل ما يعرف اليوم بالقدس الشرقية، وهي الوريث الشرعي للمدينة التاريخية بكل ما تحويه من آثار وتراث وسكان. ضمت إسرائيل القدس الشرقية إلى القسم الغربي، وهجرت كثيراً من سكانها العرب ووحدتهما في بلدية واحدة. ثم أعلنت حكومة الاحتلال في العام 1980 المدينة عاصمة موحدة لدولة إسرائيل. ومنذ ذلك التاريخ وعمليات تزوير وتشويه المدينة تجري على قدم وساق. في كل دقيقة تسرق المدينة وتتغير معالمها. حي الشيخ جراح أحد الأحياء العريقة في المدينة، يعتبر اليوم مثالاً حياً يشهد على عمليات التطهير العرقي التي تمارسها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في المدينة المقدسة. عائلات بأكملها طردت من بيوتها كي تسلم للمستوطنين الغرباء بمنطق وحيد هو منطق القوة. الحاجة رفقة الكرد عايشت النكبة الفلسطينية بكل تفاصيلها. هجرت من مدينة حيفا وأقامت في القدس، لكنها اليوم تعيش نكبة جديدة، وكأن القدر كتب على هذه المرأة التسعينية أن تختم حياتها بمأساة كما بدأت. أنا كنت ساكنة في هذا البيت، يعني كان أولاد صغار، لكبر ابني جوزته وصار عنده أولاد، كبرت العيلة، صارت الدار اللي أنا قاعدة فيها صغيرة، بنيت له هذا البيت اللي جنبي. تم هون استنوا علي اللي خلصت، قدمت رخصة ما أعطوني رخصة، يعني بيعطوش حدا رخص، جذفت وبنيت البيت أنا، واستنت الحكومة لأني أنا خلصت البيت. أجا رفع علي دعوة وأجا الحاكم على الدار وسكر الباب وأخذ المفتاح، كنت أنا حاطة كم من غرض لابني عشان ينقل في البيت، وراح وتم مسكر البيت لمدة 10 سنين. قبل كم سنة، يمكن ما شفت أنا قاعدة في البيت في داري هون اللي أنا قاعدة فيها، أجا واحد الصبح بدري بقول لي هذا العفش لمين؟ طلعت لقيت لك برا زي الدود يهود مستوطنين وبطلعوا بهالعفش وبكبوه، صرت أصيح أقول لهم عفش ابني عفش ابني، عبرت لقيت لك في هالبيت ولا 50 60 واحد، مسكت واحد بدي هيك أضربه، أجا الثاني ضربني، أغميت ارتميت على الأرض، أجاني الإسعاف وصرت أنا مش صاحية. ومن يومها لليوم سكنوا بهذا البيت شباب زعلطية نور،
على الروحة وعالزينه بيعذبونا بنصفوا ريقنا. واحنا يوميا 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 في اشكالات. انا عندي تنتين عجائز، اختي عمرها قريب 70 والوالدة قريب 90، ما بيتحركوا الا بعيد عنك من الكلام، من الزنار وتحت. بعدين الشبابيك، انا شباك البيت اللي انا بنيه واخذوه المستوطنين قريب جدا على على بيتي القديم، باستمرار بيفتحوا الشباك وبوقفوا بالظلط، بحطوا هالكلب يعوي، يعني عايشين. لدرجة انه انا كنت عايش انا ومرتي وولادي هون من قيمة 4-5 اشهر وقتها شوي استأجرت لهم، لانه بنتي صارت بس تنام بالليل تخشب، يما يما في عقربة، يما يما في حية، وهي نايمة عمرها 4 سنين هلأ. من اللي شافته منهم ومن اللي شافته من الكلاب، لدرجة انه رجعت البنت قبل اسبوع نزلتها المستشفى. وين خدوه؟ قد تكون رفق الكرد أكثر من أبنائها وجيرانها وعياً لحقيقة ما يجري، ففقدان المنزل بالنسبة لإنسان عايش نكبة العام 48 يعني فقدان الوطن والهوية وكل شيء. أنا هاجرت في 48 وفي 67، أصعب من هالوقت هذا ملف ما فيه، لأنه جماعة كل الجماعة اللي اليهود اللي عندنا كلهم حثالة البشر، لا بيفهموا ولا بيستفهموا، دائما بيعذبونا بنشفرينا بيحكوا لنا كلام سافل. شو بدي أقول لك، يعني من يوم لليوم إحنا عايزين هذه الأرض، أرض عربية فلسطينية، ما في إلهم ولا شبر أرض في هالأرض. في هن بيدعوا إن هذه أرضهم بس بالكذب والاحتيال والنصب، مش أرضهم هذه. الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي. عائلة الكرد ليست وحدها الضحية، هنا عائلات أخرى تفترش قارعة الطريق بجانب منزلها في الشتاء البارد كما في الصيف الحار. لا ملجأ لهؤلاء سوى هذه الخيمة. عائلتي حنون والغاوي تواجه أيضاً المصير ذاته الذي تواجهه عائلة الكرد المجاورة لها. استولى المستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلية على منزل العائلتين وتركوهما إلى المجهول. بقينا بالشوارع لفترة بتزيد عن 6 اشهر، العائلتين حنون وغاوي نمنا تحت الشجر. كثير يعني من الأصدقاء ومن العائلة وحاولوا يستضيفونا في بيوتهم، ولكن احنا رفضنا. كان هدفنا انه نكون بالشارع عشان نوصل للرسالة المنشودة من بقائنا بالشارع. يعني حتى الوكالة والصليب الأحمر حاولوا يقدموا لنا خيام، رفضنا ناخذ خيام لأنه الخيمة يعني لازق، يعني بدنا نعاود نعيد القضية. في بداية الأمر كان المحامي اللي ماسك قضية هاي الحارة في 72 طبعا ما كان في محاميين عرب مختصين بالأراضي وبالشغلات اللي زي هيك، فأهالينا شافوا محامي يهودي اسمه إسحاق توسياكوهن. بهذيك الفترة إسحاق توسياكوهن عمل لعبة خبيثة، في 17 واحد من الحي كانوا عاملين له وكالات إنه يكون هو وكيلهم يمثلهم أمام المحاكم الإسرائيلية، فراح عمل صفقة من تحت الطاولة مع الأهالي ما بيعرفوا فيها نهائياً، اعترفوا اسمهم بملكية الأرض لليهود وطلب من المحكمة إنه يعتبرونا مستأجرين محميين. هلأ على هذا القرار، عدو هذا القرار، اليهود ماخدينه كأنه اعتراف رسمي منا إنه إحنا بنعترف لهم بملكية الأرض، مع العلم إنه لحديت اليوم هم مش قادرين يثبتوا أمام المحاكم حتى الإسرائيلية ملكيتهم للأرض. في حي الشيخ جراح لا تعرف مئات العائلة الفلسطينية مصيرها، لا أحد يعلم متى سيتسلل المستوطنون خلسة وتحت جنح الظلام إلى بيته لتشرق شمس اليوم التالي فيجد نفسه ملقا على الرصيف. المنطق السائد هنا هو منطق القوة. أخذوا ابني، أجا واحد يهودي بده يعبر على الدار،
تحركش فيه قديش يزاحوا عنه، جابوا البوليس اخذوه بالليل الساعه 12 بالليل لوجه الصبح جابوه. يعني شو بدي احكي لك، احنا عايشين بعذاب الله بهالحي هذا. الطريقه اللي بيجوا فيها الاسرائيليين في اخلاء الناس من بيوتهم طريقه جدا بشعه. بيجوا عند الساعه 3 وجه الصبح، بيكونوا مسكرين كل المنطقه، جايبين كم كبير من الجيش والشرطه والقوات الخاصه اللي لابسين اسود باسود هذول. يعني بدي اقول لك شغله صغيره، لما اجوا اخذوا دار الغاوي ودار حنون، بلشوا باهراوات وايش بسموها هي مهده، يخلعوا كل ابواب الحي لما وصلوا لعند دار الغاوي. طب في اولاد اطفال صغار نايمين، يعني الخوف والرعب كان منظر مخيف. ما بتسمع الا صراخ اطفال واصراخ نسوان وصراخ الناس بالحي. الواحد بفيق الصبح على الصوت الدفش هذا، بكونش عارف شو في حواليه. بيطلع برا بتلاقي في على كل باب بيت من بيوتنا اثنين جيش واثنين قوات خاصه وواحد مخابرات، ممنوع ان نطلع من باب بريت البيت. اتبعت حكومات اسرائيل المتعاقبه سياسات متعدده لتهجير الفلسطينيين من القدس والحد من النمو السكاني الفلسطيني المرتفع نسبيا مقارنة بمعدل النمو الإسرائيلي. سياسة الاستيلاء على المنازل إحدى هذه الوسائل والتي تسعى نطاقها في السنوات الأخيرة. لكن من لا تستطيع إسرائيل الاستيلاء على منزله تجد له حلاً آخر، الهدم. حي البستان في سلوان إلى الجنوب الشرقي من القدس مهدد بالإزالة عن الخارطة. بلدية الاحتلال تريد إقامة حديقة توراتية حتى لو كلف الأمر تشريد مئات العائلات في العراء. مشكلتنا إحنا بحي البستان اللي بيقع في قرية سلوان تتمثل بأنه في عنا 100 بيت مهددات بالهدم. الميت بيت هذول مهددات بالهدم بعد ما دفعوا كثير من المال للمخالفات الإسرائيلية عشان يرخصوا لهم هاي البيوت، ولكن القصص الإسرائيلية كثيرة وواهية. مرة بيقولوا أنك أنت عشان مش مرخص، ومرة بيقولوا عشان ما فيش لك ثوابت وأمور بتثبت أنك بالقدس، والمرة الأخيرة قالوا أنه مش فقط عشان أنت مخالف وبدون رخصة، كمان عشان قصة الملك داود أنه تنزل بمنطقة حي سلوان فيجب علينا هدم 100 بيت. هدم 100 بيت فيه 1500 شخص تقريبا، وامتدادهم الطبيعي لقرية سلوان اللي فيها 60,000 شخص. المشكلة عند الإسرائيليين واليهود مش الألف شخص اللي بيعيشوا بحي البستان، هم 60,000 اللي بيعيشوا بقرية سلوان. مش الكم البسيط، لا، هم بدهم الكم الكبير. قرار 2020، مخطط 2020 اللي بتحدثوا عنه، انهم بدهم ايانا احنا نكون اقليه بالقدس. كيف صار داخل القدس داخل السور؟ بدهم ايانا خارج السور، بدهم ايانا لا نزيد بالقدس عن 12,000 بني ادم، 12,000 نسمه اللي هم يكونوا الكثر. عشان هيك احنا عمالنا بنشوف الاستيطان المكثف في القدس، ان كان في سلوان او بالشيخ جراح او بالبلد القديمه او بالواد او بالعيسويه او بالطور. بيدفعوا لهم فلوس عشان يستقطبوهم عشان يسكنوهم، مستعدين يخدموهم ليلة نهار 24 ساعة على مدار الساعة فقط عشان يسكنوهم مكاننا.
إسرائيل في برنامجها لتهويد القدس هي تركز بشكل أساسي على قلب المدينة، البلد القديمة ومحيطها، وبالتالي في مخططها 2020 وضعت برنامج ما أطلقوا عليه الحوض المقدس اليهودي لإنهاء الإرث الإسلامي المسيحي في منطقة البلد القديمة. تعلمون يعني القدس هي البلد القديمة والكيلومتر المربع الواحد التي تتواجد فيه المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة والأوقاف الإسلامية والمسيحية. إسرائيل تريد إنهاء هذا البعد وخلق إرث يهودي مصطنع، وبالتالي تحاول أن المنطقة المحيطة في البلد القديمة أن تبني فيها حدائق توراتية وكنس يهودية ومحاولة خلق إرث يهودي مصطنع. وهناك قرار بهدم حوالي 88 منزلا في حي البستان لإقامة حديقة توراتية تحت مسمى حديقة الملك داود. في منطقة وادي حلوة أيضا هناك 7000 مواطن مقدسي، أيضا تخطط إسرائيل للاستيلاء على هذه المنطقة وإقامة جسر يمتد ما بين منطقة باب المغاربة حتى منطقة باب سباط، والحديث عن إقامة كنس يهودية في هذه المنطقة، وقد رأينا هذه الخرائط والصور. في منطقة المشروع يبدأ بشكل خاص من منطقة حي البستان. حكومات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة وبلدية الاحتلال في المدينة لا تعدم الوسائل ولا الذرائع في سبيل مخطط واحد: تفريغ المدينة من العرب لصالح المستوطنين اليهود وفرض واقع ديموغرافي جديد على الأرض. سلوان هي مفتاح الأنفاق اللي تدخل تحت البلد القديم والمسجد الأقصى، فالسيطرة على سلوان، وهذا طبعا مخطط إسرائيلي استيطاني، إذا تم السيطرة على سلوان فبيتم إبعاد الناس عن المنطقة الحساسة وهي البلد القديم والمسجد الأقصى، ومن ثم بيمتلكوا مفاتيح الدخول إلى أسفل البلد القديم والمسجد الأقصى لأنه الأنفاق داخل سلوان. في سلوان التهديد لا يأتي من فوق الأرض إنما من باطنها أيضا. عشرات المنازل مهددة بالانهيار في كل لحظة، والسبب يعود إلى الحفريات التي تنفذها إسرائيل تحت المدينة بذريعة البحث عن آثار يهودية قديمة لم يجدوها بعد. فالأرض هنا لا تنبت إلا تاريخ، وترفض النطق بتاريخ مزور. بسمع يعني هيك شوي بتهزهز يعني التخت تحتي يعني، وأنا ما أخدتش فيها يعني أول شهر تاني شهر، بس زادت الإشي. ابني يعني كان عندي في البيت، ناديته قلت له يما تعالي يعني شوف، أنا خايفة يكون في بس ولا إشي تحت التخت. ليش يما؟ قلت له يما حاسة إشي بقرقع تحت التخت. أجا ابني دور وطلع قال لي يما فيش إشي، وما أخدتش فيها، تميت أشهر يعني. وأنا قلت خلاص يعني، كنت أحسب هذا أقرأ قرآن، أتمنى أقرأ قرآن، وهذا صدفة قاعدة يعني وأنا قاعد كنيني معي برا، بقول لهم والله أنا هيك هيك وبتضحكوش علي يعني، خايفة حدا يضحك علي. اللي هي بتقول لي كنتي الصغيرة اللي بدار، اللي بتقول لي آه مرت عمي، والله إحنا يعني محسات منحس منحس كمان هذا اللي بتحسيه. وبعد اللي هلأ يعني إيش بدنا يعني نعمل أكتر؟ اللي صار كله هذا المشاكل في الدور كانت صارت تصير كله من الحفريات اللي صارت هون، كله كان بيجي بحفر وبيجي بلشوا من الليل، من الساعة 8 بالليل لتاني يوم الصبح بلشوا حفريات، بيجي بنهار بيجيش بحفروا بنهار، مش عارف ليش بحفروش بنهار، بيجي بحفروا بس بالليل. والأصوات بنسمع فيها يعني أصوات الفيبر تاعهم لما يقعدوا يقصوا على الفيبر، ولا صوت الكونغو تاعهم، كله هذا بنسمع صوته، هذا كله بيطلع الصوت تاعه. وزي ما انت شايفين هون كله حفريات هذا اليهود، يعني هذه الحفريات بنشوف اليهود في أعيادهم بيجوا من هون بيدخلوا عهوني وبينزلوا على تحت وبيطلع بعض مرات من تحت، يعني هذا معتبر انه بس ممر للعمال، هذا بيعتبر مش ممر للسياح اللي بتيجي تاعتهم، هذا كله مفتوح من اوله لاخره، كله مفتوح، الشوارع كلها مفتحه كلها، واكثر من مره الشارع كله هذا غادي هال وقع وصار جوار من حفريات. هذا اللي جبرنا نعيش هون لانه جداد عايشين هوني، وانا زي ما بيحكوها زي البني ادم زي السمكه ببحر، تيجي تطلع برا الواحد بيعيا وبقدرش يطلع برا من مره بلده الواحد، يعني زي ابنه الواحد بقدرش يتركها، زي واحد بهون لوش يترك امه دي هون يترك دوره، مستحيل هاي الشغلات تصير، يعني احنا انولدنا هون وانخلقنا هون مستحيل نتركها ونبعد، يعني زي هم اليهود اصلا بدهم انه احنا نطلع من هون عشان يستغلوا الفرصه ويجي ياخذوها ويجي يحتلوها، احنا هاي الشغله مستحيل تسويها، مستحيل نطلع من هون احنا. نحن إن شاء الله منضلنا قاعدين في دورنا ومبسطين في دورنا إن شاء الله، لو إيش ما يسوى، لا سوى حفريات، لو إيش ما يعملوا، إن شاء الله منضلنا صامدين منضلنا قاعدين إن شاء الله.
يضطر الفلسطينيون في القدس وإزاء هذا الواقع المرير إلى اللجوء إلى المحاكم الإسرائيلية لوقف عمليات مصادرة وهدم المنازل. لكن ماذا سيفعل الإنسان إذا كان الخصم والقاضي شريكان في استهدافه؟ من ناحية قانونية، أنت لو جيت سألت الحكومة الإسرائيلية بتقول لك هذا نزاع مدني في قلب المحاكم، يعني نزاع ملكية أو ناس دافعين أجار أو أخلوا بالأجرات أو بعقود الملكية، يعني كحالة بتصير بأي محاكم هيك بتدعوا. بس هي بالأصل هي مشكلة كبيرة، مشكلة سياسية المقصود منها تهجير كل أهل القدس من قلب القدس. في حي الشيخ جراح الأمر مختلف، تحاول إسرائيل أن تطوع القانون الإسرائيلي وكأن الأرض في ملكية لجنة اليهود الشرقيين ولجنة اليهود الغربيين، وتعلمون القاضي بالنهاية هي محكمة إسرائيلية. وأنا يعني أجزم أن هناك يعني شراكة بين مركبات الحكم في إسرائيل ومنها القضاء الإسرائيلي في تنفيذ البرنامج الاستيطاني في القدس، وبالتالي إخلاء المنازل الذي تم حتى اللحظة الغاوي وحنون والكرد لم يكن قانوني، المسألة ليست قانونية، كل الوثائق تثبت أن العقارات هي في ملكية فلسطينية، لكن منطق القوة الذي يتحدث هنا، وبالتالي أخرجوا هذه العائلات ويخرجوهم بشكل تدريجي. مصادرة المنزل أو هدمه ليس كافياً وليست هي النهاية بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين في القدس، ففي سلم الأولويات يأتي هدف تحطيم الإنسان الفلسطيني وبكل الوسائل. هذا الضغط يتسر نبضه، هذا دعني انتقم مني ما الرب نصلحنا. احنا عندنا 80 سنة على عين احنا ما صلى الله أكبر. وين الدين؟ وين الدين؟ ولعل أكثرها خطورة السياسة الممنهجة التي تستهدف الأطفال خطفاً واعتقالاً واعتداء في مخالفة صريحة لكل المواثيق والأعراف الدولية وحتى التقاليد الإنسانية. مرة كنت بالدار نايم أنا، إلا أجوع الساعة 3 الصبح بدق على الدار، أبوي طلع فتح الباب يقول مين بدكم؟ صار يقولوا له عددنا أسماء أولادنا، أولادك، قال له محمد، إبراهيم، مسلم، قال له وين مسلم؟ قال له هيو مسلم، قال له وينه؟ قال له ليش أبوي بدك إياه؟ قال عشان برمي علينا حجار، حكى له أبوي كان يوميتها عمري 9 سنين لسه صغير أنا، يعني أجا اعتقلوني عطوني أزمنات، طلعت لهم على الساعة 10 وأخذوا وروحي سري حقق معي. ومرة السادسة أجوا اعتقلوني، ضربنا عيني بوكس، عيني انتفخت، نمت بالمستشفى 4 أيام وأخذوني كمان حق سري حقق معي تطبيش عجل. والمرة الأخيرة أخذوني عن الشارع من هون من باب دكان أبوي، نازل عند رصيد بحمم الحمار ولا أجوا أخذوني. رد الفعل تبع الشرطة هي اعتقالات بالكميات عديدة كتير للمئات من الشباب في سيروان، بيأخذوا الشباب من الشوارع أو من الدكاكين أو من كل محل، وعن طريق التخويف، يعني بدهم تخويف الأولاد، بدهم يضغطوا على العائلات وللأولاد عشان يوقفوا ضرب الحجار وكل الاشتباكات. ولكن النتيجة هي بالعكس، كل الأولاد بيساهموا في الاشتباكات، وصار زي احترام للولد إذا كان معتقل. وللأسف نحن بنشوف إنه الضغط اللي تفعل الشرطة ما يؤدي إلى الهدوء، ولكن بالعكس. إحصائيات وزارة الإعلام الفلسطينية تشير إلى أن العام 2010 شهد هجمة مقصودة وممنهجة من الاعتقالات والملاحقات للأطفال
في مدينة القدس الشرقية ومحيطها. الوزارة رصدت 500 حالة اعتقال جرت لأطفال بتهمة رشق المستوطنين والجنود بالحجارة. في بعض الحالات اعتقل أطفال لا تزيد أعمارهم عن 8 سنوات، ويكفي القول إنه في حي سلوان لا يكاد يوجد طفل في سن 10 وحتى 14 لم يتم اعتقاله. الفئة المستهدفة من قبل سلطات الاحتلال اختطاف واعتقال الأطفال كافة الفئات العمرية، يعني ابن 6 سنوات تم اختطافه، وابن 6 سنوات تم استدعائه للتحقيق، وابن 6 سنوات تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح. يعني حتى اليوم في عنا حالات احنا نتبعها اللي هو الولد يعني لا يمارس أي شيء بالحياة عدا أن يكون بجانب والده أو والدته. على سبيل المثال لؤي الصيام يعني ابن 6 أعوام ونصف تم اختطافه من بين أيدي والدته وتم تعذيبه، وبعد ذلك تم إطلاق سراح وتم التحقيق معه مرة أخرى. والطفل سعيد الرجبي الذي تم اختطافه أيضا هو الآخر ابن 7 سنوات، يعني هاي فهناك ايضا اصبح احنا ما نتحدث عن الطفل 7 سنوات والطفل يعني 10 سنوات، وكان الطفل ابن 10 سنوات وكانه رجل يعني كبير. اية شرائع هذه التي تبيح لقوات نظامية مسلحة الاعتداء على طفل في 10 من عمره؟ لكن هذا ما يحدث يوميا في القدس. معظم الإحصائيات تجمع على أن 95% من الأطفال المعتقلين يتعرضون للضرب والاعتداء وللإهانات والتحقيق معهم. وأخطر هذه الإجراءات قيام سلطات الاحتلال بفرض الإقامة المنزلية على 65 طفلاً من القدس في 2010 بعد الإفراج عنهم وفرض غرامات مالية عليهم وحرمانهم من المدارس أو الاستفادة من الخدمات الطبية تحت الدعاء اتباع حالة الطوارئ، ووصل الأمر حد إبعاد بعضهم عن المدينة. طلعنا الساعة 11 على الجبل، وكنا قاعدين قعدنا نص ساعة. أجي أجيب فولاد أجي طبش معنا، أجي طبش معنا ولا بيجوا الجيش بحوطونا مسكونا طلعونا بالجيب قاعد يضرب فينا. رحنا بالجيب كل ما حدا يرفع راسه يضربوا على راسه. اعتقال اي قاصر لازم يكون يعني محدد مجموعه من الشروط. اولها انه ما يتمش اعتقاله بالليل. في سلوان عندنا عشرات الحالات تم توثيقها لاعتقالات خلال ساعات الليل المتاخره، بتم يعني نزع الطفل من فراشه. قضية ثانية مسألة التحقيق في حالة الضرورة القصوى، وانه في كان حاجة للتحقيق مع طفل لازم يكون في المحقق اللي حقق معه هو متخصص او محقق قاصرين او محقق شبيبة. قضية ثانية انه لا يتم التحقيق مع طفل قاصر الا بوجود ولي امره او محامي عن ولي الامر. هاي القضايا اللي هي لا تراعى في معظم الناس، نقول في جميع حالات الاعتقال. قضية أخرى، قضية العنف اللي يمارس ضد الأطفال من لحظة اعتقالهم، خاصة في لحظة اعتقالهم أخذهم نقلهم من بيوتهم لمراكز التحقيق في المسكوبية أو في الكشلة. هاي الفترة كثير من الحالات وثقناها لاعتداءات بسيارة الشرطة أو سيارة حرس الحدود اللي تم الاعتداء على الأطفال خلال هاي الفترة مرحلة النقل، إضافة لحالات من العنف أو التهديد أو التخويف اللي تمت في التحقيق. من يختطف ومن يعتقل من الأطفال أصبح والديه يعانون أمر وأشد العناء، فهو سيتكلف بمبالغ طائلة جدا. أيضا هناك هدف خطير جدا، في بعض الأحيان يحاولون اختطاف أكبر عدد ممكن لإيقاع هؤلاء الأطفال في شراك المخابرات وفي شراك التضليل وإفساد. نحن أمام قوات خطيرة جدا تخطط من أجل القضاء على الجيل المقدسي القادم. نسبة تبرئة الأطفال في محاكم الاحتلال أقل من 1%، كما يؤكد متطوعون إسرائيليون في مجال حقوق الإنسان.
المحاكم الإسرائيلية تعامل الفلسطينيين ما بين 16 و 18 معاملة البالغين خلافاً للقوانين الدولية واتفاقية حقوق الطفل العالمية. أكثر شيء يعني شيء إحنا بنلمسه وبنتألم منه وربما يعني مأثر علينا ولكن صامدين، وهو اعتقال أطفال، محاربتهم نفسياً، محاربتهم اجتماعياً وكمان اقتصادياً، حيث أنه يفرض علينا كثير، يعني كل بيت مفروض عليه غرامات ومخالفات، وهذا بيؤدي على لرب العائلة أنه ما يستطيع حتى يطعم أولاده كما يجب. اثنين، اعتقال أطفال والضغط عليهم، هذا بيؤدي إلى يعني الآن عندنا حالات كثيرة من المعاناة النفسية ومن الألم النفسي، وعادة إذا تألم الأطفال وعانى الأطفال إحنا كأهل أكيد راح يصيبنا هذا الألم، ولذلك يعني هم الآن وجدوا إنه الوسيلة لضغط أو لوي ذراع العائلات والضغط عليها عن طريق الأطفال. أطفال اتدمروا، أنا بحكي لك إياها بشكل رسمي، شوفهم كيف بتصرفوا اليوم بالشارع. بيتصرفوا بطريقة فيش عندهم انضباط، عندهم خوف بشكل دائم، العنف زاد عندهم، يعني لما بتقتلوا مع بعض بتلاقيهم عنيفين جدا، لأنه من الأشياء اللي بيشوفوها في عنف بشكل مش طبيعي. يعني هلأ بتصير مشكلة ولو كانت بسيطة بين أي واحد من سكان الحي والمستوطنين، بتلاقي الشرطة الإسرائيلية أجت بكميات بتخوف، والشرطة أول ما بيستعمل العنف مع الناس. هؤلاء الأطفال هم بحاجة لمن يحفظهم ومن يحميهم، والعالم وخاصة الهيئات الأمم المتحدة قالت أنها هي مجبرة وملزمة وقد أنشئت لحماية الأطفال والناس والمظلومين، فأين هذه الحماية؟ كل الناس بتحس بهذا الشعور، ولما طلعت أنا في رمضان كانت الدنيا، طلعت الصبح كنت نايمة، صحيت على صياح، صوت صياح، طلعت برا رش علي مصير دموع وعوجهي كله واتخنقت، ومرة أخوي كان راجع من عند رصيدي وهجموا عليه الشرطة كلها وخبطوا في عينه ورش علينا غاز فلفل، وكل ما أمسك كانت المكنسة محطوطة، كل ما أمسكها يجي عيوني وصير عيوني يحكوني ويوجعوني. لما يكون الشباب واقفين يضربوهم بإجريهم وإيديهم وبوريد عروسهم وحطوهم بالسيارة ويعتقلوهم وودوهم على، ومرة كمان هون على جبلتنا كانوا يجوا كل جمعة يوقفوا على جبلتنا لما كانوا في مواجهات، وأجوا اعتقلوا مرة اثنين هون، كانوا ماسكينه من رقبته وشدينه هيك، ولا يدين الناس يجي يقربوا عليه ولا شيء. عيناك غابة زنبق تحت الغروب. هذا المستوطن اللي طخني، هذا أنا، هذا صاحبه. هلا هم يرجع لورا، أنا بحكي معاه عادي، حتى اطلع البوت يعني لابسه قصع، لابس بوتي يعني مش طالع إني أكاتل ولا وشي، وصاي مش قادر أوقف. هلا هو يرجع لورا، وصل للدرجة هاي أجل يوكا، صاحبه خاف منه، صاحبه قال لكم طخ، وقف وطخ لي بإجري اليمين، وقعد هون بالضبط أنا على الأرض، وقعد على الأرض، كانت هو نزل تحت أبو 10 متر، طخ كمان ولد ورجع علي وأنا نايم على الأرض وولادي هون حوالي، طخني كمان طلق. اطلع هو بيحكي بالتحقيق تبعه بإفادته، بيحكي إن أنا كنت تحت خطر وكان 10 هاجمين علي، بتقدر تشوف إنه الشارع فاضي، الشارع فاضي، حتى البني آدم هذا مروح عليه من الصلاة بتطلع فيش إشي، يعني بتطلع عادي لأني بحكي معاه بلطف لا صياح ولا إيش، بتطلع هو مارك. يعني فيش ناس، فيش حدا بالشارع، هو بدي عنه 10 هجموا عليه وبدهم يقتلوه. طلع قد لما شرد باتجاه حائط المبكى، اتجاه حائط البراق، مسكوا الشرطه فوق، قالوا لي شو سويت؟ قالوا سويت حفله لاثنين فلسطينيين، واجوني انا على المستشفى حققوا معي. بتعرف شو انا بعد ما انطخت بالضبط لما اكلوني على المستشفى؟ لسه ما وصلتش المستشفى انا بنزف، اجاني المحقق على التخت يحقق معي يسالني، وانا بنزف مش قادر احكي، وانا بنزل مش قادر احكي، ما خلوش اخوته يدخلوا عندي، هو المحقق سمحوا له يخش ويحقق معي وانا مرت معي على الارض. بعد 3 ايام صار معي نزيف داخلي، عملوا لي عمليه، حطوا لي فلتر عشان يوقفوا النزيف، وانا طالع من عمليه النزيف لسه مخضر يعني مش صاحي. اخوي كان عندي، اجى الشرطي بده يحقق معي، محقق بده يحقق معي، اخوي بيحكي له يا زلمه طالع من العمليه اصبر عليه بس صحصح، قالوا لا هلا بدي اخذ معي تحقيق.
طلعوا اخوي، اخوي ما رضيش يطلع، جابوا الشرطه وجابوا الحراس وهددوا اخوي منيح امسك اذا بتطلعش، واخذ اقوالي وانا نايم يعني مخدر، واخذ حتى معي عينه من الدي ان اي عشان يفحص، لانه ادعى المستوطن اني حاولت اخطف سلاحه، بس ببين بعد انا ما ليش بصمات من مره على سلاحه. يعني شوف لحد وين المستوطن اللي بضخك 24 ساعه وبروح، وانت المطخوخ الميت اللي يدوب طلعت من تم الموت بيجيك حقك وانت في العمليه. تخيل لوين لحقت، لوين الانسانيه عندهم وصلت، المحت الانسانيه مره. اليوم يحاول المقدسيون وبكل الوسائل التشبث بما تبقى من تراث وتاريخ عربي لمدينه القدس، يبحثون عن خل وفي وعمن يلبي استغاثاتهم المستمره. بعض المتضامنين الاجانب وحتى الإسرائيليين يأتون هنا، لكن هؤلاء لن يستطيعوا فعل شيء أمام مؤسسة سياسية وعسكرية تخطط ليل نهار لإفراغ المدينة المقدسة من أصحابها الشرعيين. ونحن بنعرف إنه الشرطة بدها إنه نروح، وما بدناش نروح، فإمكانية إنه نكون معتقلين، بس هذا مش المشكلة. يعني المشكلة موجودة في أسلوب الشرطة ضد الأهل سلوان، وضد وخاصة ضد الأطفال. لطالما شكلت القدس قضية عربية وإسلامية مركزية محفورة في الوعي العربي، لكن الفلسطينيين في القدس يتحدثون بمرارة عن تقصير كان وما زال. يعني إلنا هون متعذبين حوالي 3 سنين، العيال متعذبة، الأولاد متعذبة، الأولاد رجالنا بتدفع غرامات، بيبعدوهن عن البيوت، فيش حد بيأزرنا، فيش حد بقولنا شو اللي صار معكم. إيش بدي أحكي لك؟ يعني أنا بطلب من الله إنه تنزاح عنا هالقيمة، قيمة اليهود عنا، وهالعرب تشوف يعني تأزرنا على القليلة. ابني بنام عندي، ترك إلا أنا قاعدة أنا وبنتي وبين اليهود، الحيطة واحدة طول الليل بدق علي بالحيطة، بتارك مرته وولاده بنام عندي ابني. اللي صار في مصر واللي صار في تونس أنا بحسه شغلة إنها بتأشر مؤشر جيد جدا للمستقبل، بس كمان بديش أنا أتفائل كتير وأقول لك إنه سنة الجاي العرب بيوعوا وبيجوا منه الاحتلال، بس إن شاء الله سنة بعد سنة بعد سنة الوعي في الدول العربية عمال بيزيد، بكفي إنه الشعب العربي بلش يقول لا. لطالما ألهمت القدس الفاتحين عبر عصور التاريخ الطويلة، إنها المدينة الوفية التي تحفر اسم منقذها بأحرف من ذهب، وعلى قائمة الشرف في تاريخها أسماء وأسماء. ومهما تأخر قدوم النهار فهناك دوماً متسع لاسم آخر.